unit for leisure and entertainment يعني وقت الفراغ والترفيه. عندنا هنا exercise A page 53. Look at the pictures above and discuss the following points with your partner. يعني غتشوف هاد الصور وغاد تجاوب عليهم مع الصديق ديالك ولا الزميل ديالك. Number one, what do the people in the picture do? What activities do they practice? اش كيديروا هالناس في هاد الصور؟ واش من انشطة كيمارسوا؟ They do different activities of entertainment. كيديروا انشطة مختلفة للترفيه والترويح عن النفس. Number two, which one do you find most interesting, boring, tiring and enjoyable? اش من نشاط هنا كتصيبوا اما اكثر اهمية، ممل، متعب وممتع؟ بالنسبة لي I find the reading interesting. يعني كنصيب ان النشاط ديال القراءة في وقت الفراغ مفيد جدا ولا مهم جدا بالنسبة لي. Number three, which activity of leisure time is the most practiced in your area, neighborhood, city or city? Why? اش من نشاط كيتمارس بشكل كبير اما في منطقة ديالك ولا في الحومة ولا الحي ولا في المدينة؟ وعلاش؟ The activity of leisure time which is most practiced in my area is football because it is the most popular sport in the world. يعني النشاط ممارس بشكل كبير في الحي ديالي ولا المنطقة ديالي هي كرة القدم لأنها الرياضة الأكثر شعبية في العالم. Number four, which activity do you like to practice in your free time? Why? اش من نشاط كتحب تمارسو في وقت الفراغ ديالك؟ وعلاش؟ I like reading, كنحب القراءة, because it enriches my knowledge, broadens my mind, and I know different cultures. وحب القراءة لأنها تغني المعرفة ديالي, توسع من المدارك ديالي ومن العقل ديالي, وكنتعرف على ثقافات مختلفة. هاد نصيرو الاكسرسايز. Exercise C. Here is a list of other leisure time activities. In the table below, classify them into indoor activities, outdoor activities, or both. عندنا هنا مجموعة ديال الأنشطة اللي كتمارس في الوقت ديال الفراغ. غتحاولوا باش ترتبوهم إما في أنشطة كتقام في الدار داخل المنزل indoor activities, ولا أنشطة كتقام خارج الدار outdoor activities, ولا أنشطة اللي كتقام إما داخل بجوج داخل الدار وخارج الدار. إذن بالنسبة للإندور أكتيفيتيز ما كاينش عندنا اللي أنشطة اللي كتقام غير داخل المنزل فقط. عندنا أوتدور أكتيفيتيز الأنشطة اللي كتقام خارج المنزل. عندنا غاردنينغ البستانة, بلايين فوتبول يعني لعب كرة القدم, جوغين يعني الجري, going to the cinema يعني الذهاب إلى السينما يعني تبقى يكون خارج المنزل. بالنسبة لهذه الأنشطة تكون داخل المنزل وخارج المنزل. بوت عندنا كوكين يعني كيف ممكن تطبخ داخل الدار وخارج الدار, using the internet يعني استعمال الانترنت يمكن يكون داخل الدار وخارج الدار, watching television كيمكن نشوفو التلفاز داخل الدار وخارج الدار, listening to music استماع الموسيقى تاعيرا داخل الدار وخارج الدار, reading داخل الدار وخارج الدار يعني القراءة, shopping يعني التسوق كيمكن نديرو خارج الدار وحاليا عن طريق الانترنت يعني التسوق والتجارة الإلكترونية, playing chess لعب ديال الشطرنج كيكون ممكن داخل الدار وخارج الدار, وتشاتين اون ذا نت دردشة في الانترنت كيمكن تكون تاهي داخل الدار وخارج الدار. غادي ندوزو للتمرين E. Complete these sentences using the following adjectives. يعني عندنا هنا مجموعة ديال الجاتيكتيف كتنتهي بـ ing ولا دي
غنعمروا بهم هاد الفراغات كما كنقول لكم ديما ملي كيكون بحال التمرين في الفراغات غنشوفوا الكلمات المفتاح اللي كتساعدنا باش نصيبوا الكلمه الصحيحه. اذا بالنسبه للادجكتيف اللي عندنا هنا عندنا فاسينيتين يعني جذابه، فاسينيتد جذبته، سوربرايزين مفاجئه، سوربرايزد فوجئته، اكزوستين متعبه، اكزوستد تعبان، بورين ممله، بورد مللته، انترستين مهمه، انترستد مهتم. اذا رقم واحد I'm sorry I'll have to go to bed now I had an day. إذن هنا عندنا أن الجملة بادية أن، إذن أوتوماتيكلي غنديرو إكسايتين، علاش؟ لأن أتأسف، سأريد الذهاب إلى السرير الآن ولا أريد النوم الآن. I had an exciting day، كنت حصلت على يومين ممتع ولا جدا. نمبر 2 I was to know that Jane, the latest student in the class, passed her exam. فينا من الكلمة المفتاح هنا عندنا جين اللي هي التلميذة الأكثر كسلا في القسم نجحت في الامتحان. إذا هنا عندنا سوربرايز فوجئته. رقم 3 I feel when I have nothing to do. فينا من الكلمة المفتاح وهي I feel أشعر بلي ما كيكون عندي ما يدار، يعني بلي كيكون عند الإنسان فارغ ما عنده ما يدار، كي كيشعر كشعر بالملل. I am bored. I feel bored. أشعر بالملل بلي ما كيكون عندي ما يدار. Number 4 the panoramic view of جامع فنا سكوير is absolutely يعني ذاك المنظر الفوقي ديال ساحة جامعنا بمراكش fascinating جدا. Now number 5 there is عندنا أن فيلم الدوكوليزي I'm going to see it this evening. اش نمر كلمة المفتاح هنا عندنا فيلم الدوكوليزي وبغيت نشوفه في هذا المساء ولا هذه العشية. إذن غيكون interesting بنشوف فيلم لأن الفيلم مهم، هناك فيلم مهم في الكوليزي وأريد مشاهدته.